للحديث عن علوية الدستور يجب أن يكون بيننا دستور، فهنيئا لنا بهذا الدستور. أما العلوية نبحث عنها، فعلى شكل هذا النص الذي نجد فيه النعم ولا، فيمكن أن أقول بأن هذه العلوية مضطربة، أحيانا مفقودة، ولكن تحتاج إلى تثبيت، أي أن الهيكل الذي سوف يحترم أو سوف يفرض هذه العلوية بالطبع يجب أن يكون موجودا. لنقارن مع دستور 59، في دستور 59 كان رئيس الدولة هو الضامن لاحترام الدستور، ولكن هذا فسح المجال أمام خرق الدستور، وهناك من يقول أن الدستور توضع ليقع خرقها إن شئتم، يعني في نهاية الأمر. وهناك نموذجان، هناك النموذج الأمريكي الذي لا يتضمن دستوره آليات تسمح بضمان العلوية، لكن القاضي الأمريكي فرض هذه العلوية. وهناك المدرسة الأوروبية ومدرسة هانس كيلسين الذي يرى بأن ضمانات علوية الدستور يجب أن يتعهد بها هيكل مختص يكون بعيدا عن السلطات الثلاث التشريعية التنفيذية والقضائية، والذي يضمن إن شئتم هذه العلوية. ومن هذا المنطلق بدأت الدساتير في التضمين الهياكل والآليات التي تسمح بالعلوية، بحيث اليوم الإشكال الكبير اليوم الذي يطرح هو إشكال اليوم، هل أن المجلس التأسيسي أولا سوف يحترم هذا النص الذي وضعه، ثم ثانيا هل أن هذا النص حقيقة ضمن الآليات والإمكانيات والهياكل التي سوف تضمن هذه العلوية؟ في الحقيقة هذا النص يمكن لي أن أقسمه أو أن أقوم بتقسيم هذه العلوية إلى مرحلتين، يعني قسمها إلى مرحلتين. مرحلة أولى يمكن أن أسميها مرحلة انتقالية، وهي انتقالية، يعني العلوية في المرحلة الانتقالية. فالعلوية في المرحلة الانتقالية لنقل بأن مسألة العلوية يمكن أن نقدم لها قراءتين، وهناك علوية في النظام السياسي الدائم ولكن بإحداث المحكمة الدستورية. يعني كنحب نقسمه بكل بساطة، علوية في غياب محكمة دستورية، وعلوية بإحداث المحكمة الدستورية. في المرحلة الأولى، مرحلة العلوية في غياب المحكمة الدستورية، نجد بأن هذا النص في الحقيقة نجد فيه نوع من الاضطراب، لأنه هو نفسه قسم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين. يمكن أن نتحدث عن العلوية في غياب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهنا يجب أن نعود إلى الفصل 148، أو العلوية بعد أحداث الهيئة المختصة بمراقبة دستورية القوانين. يعني هي نفس المرحلة هذه، نص قسمها إلى زوز مراحل. ولهنا نحب نقول اللي المرحلة الأولى أفضل بكثير من المرحلة الثانية، يعني مرحلة ما قبل أحداث الهيئة الدستورية هي مرحلة تضمن هذه العلوية، ومرحلة أحداث الهيئة الدستورية بارادوكسالمو، يعني من باب المفارقة، هي مرحلة استنقاص لهذه العلوية. كيف ذلك؟ أن ما قبل أحداث الهيئة الدستورية نجد في النص الدستوري، يجب أن نعود إلى النص الدستوري اليوم، يجب أن نحسن قراءة هذا النص، نجد العديد من الأفكار سواء على مستوى التوطأة ونسميه بالأهداف الدستورية، ولكن كذلك على مستوى الفصول والتي تضمن علوية هذا النص. فبالنسبة للتوطئة مثلا، نجد أنه تأسيس نظام جمهوري تضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان، ولكن الفصل الذي يعتبره الفصل الحاسم، الفصل الذي يعطي المسؤولية كبيرة للقضاء، الذي عليه أن يفرض علوية هذا النص، هو الفصل 102. فصل 102 عندما يقول القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور. إذن على القضاء أن يفرض علوية الدستور،
والفصل 49 تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. إذن لننظر إلى هذه المرحلة، في غياب هذه الهيئة الوقتية القضاء مطالب بفرض علوية هذا النص. لكن لسان أن يتساءل، لا من فضلك لنعود إلى الفصل 148. ماذا به الفصل 148؟ هناك جملة أو مطة تقول المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين. أجيبه، هذه العبارة أتت في المطة رقم 7، والمطة رقم 7 تتعلق بأحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ومباشرة كنتيجة لأحداث هذه الهيئة يمنع على القضاء إن شئتم مراقبة دستورية القوانين. يعني لهذا السبب أعتبر بأن أحداث هذه الهيئة، سوف نرى ذلك فيما بعد، سوف تكون له نتائج سلبية أكثر من أن تكون له نتائج إيجابية، لأنه في مرحلة ما قبل أحداث هذه الهيئة القضاء مطالب بضمان علوية الدستور، وعليه أن يواصل على نفس النهج، وخاصة قرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية في 7 نوفمبر 2013، ولكن الأكثر الآن، لأنه بصريح العبارة هو مطالب بضمان هذه العلوية. هذا الجانب بعجالة، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أحداث الهيئة الدستورية. في الحقيقة سوف أقف بعجالة على مجموعة من المعطيات المتعلقة بهذا الفصل 148. هو أطول فصل، يعني حقيقة كان يجب يكون 3 أو 4 فصول. فيه مشاكل في الصياغة، فيه مشاكل على مستوى التضارب، فيه ساعات تضارب بين فقرة وأخرى. على كل حال جبنا هيئة اللي هي تختلف على نسخة غرة جوان 2013، لأنه وقتها كانت مسألة مراقبة دستورية القوانين، كان تذكروا وقت المسجد التأسيسي مازال راضي على المحكمة الإدارية، أعطاها للمحكمة الإدارية. عندي ملحوظات بسرعة، قلت على مستوى التركيبة وعلى مستوى الصلاحيات. على مستوى التركيبة، رئيس محكمة التعقيب مش يكون هو رئيس عضو ورئيس الهيئة هذه، رئيس المحكمة الإدارية، رئيس دائرة المحاسبات، وثلاثة من المختصين في القانون. في الحقيقة كان الأمكن أن يرأس هذه الهيئة رئيس المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية عندها دور أكبر وعندها دراية أكثر في خصوص مسألة مراقبة دستورية القوانين، وبالتالي هذا يدخل دائما في إطار العقوبة التي سلطها المجلس التأسيسي على المحكمة الإدارية، سوف لن ترأس هذه الهيئة. مشكلة المختصين في القانون، وبعجالة أمر، لاحظ لهنا نحن نحكي على التناصف وعلى المساواة وإلى غير ذلك. نقول لكم بعجالة، ماذا نقصد بالاختصاص في القانون؟ هل أنا المختص في القانون هو المجاز أو المتحصل على الأستاذية؟ هل أنا المختص في القانون هو المتحصل على شهادة المرحلة الثالثة؟ هل أنا المتخصص في القانون هو شهادة الدكتوراه، مبدأ بين الدكتوراه؟ يعني أي معيار سوف نعتمد؟ ثم ثانيا، لأن نعرف راهو الإعلام أعطى الدكتوراه للي حبه، صفة الأستاذ للي حبه، لكن راهو العلم علم والإعلام إعلام، مش كيف ماهوش نفس الشيء. ثم ثانيا، لاحظتوا شي حاجة، دائما المعركة بين المنار وريان، يعني وكأن ما ثماش أساتذة القانون، لا في سوس، لا في جندوب، لا في القروات، لا في جابس، لا في صفاقس. يعني هذا يثير تساؤلات، وأطرح هنا أسئلة ونفكروا فيها على كل حال مع بعض. الصلاحيات والنفس تنصلها على مستوى المحكمة الدستورية. الصلاحيات هنا يفترض دخول حيز النفاذ إيجاد الآليات التي تسمح الاحترام الكامل لهذه العلوية. لكن شعتاته الأحكام الانتقالية للهيئة هذه، شعتاته يراقب مشاريع القوانين فقط. يعني تو أنتم تظلموا من نظام الاستبداد وعملتوا عدالة انتقالية، وفي العدالة الانتقالية في عوض تفكروا في المصدر المظالم اللي هي القوانين المخالفة للدستور، فكرتوا كان في الجانب المالي، هذاك اللي يمنع من العدالة الانتقالية. أما وقت تجينا فرصة ويجينا دستور ويعطينا العديد من المبادئ واللي يمكن الاحتكام لها لكي ندفع أمام القضاء بعدم دستورية العديد من القوانين، سواء في المادة الجنائية أو حتى في المادة المدنية أو حتى في المادة الرياضية، في أي مادة بالبوادر، نحرم
من 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 إمكانية فرض إن شئتم هذه العلوية، لأن الهيئة هذه سوف تقتصر فقط على المشاريع، ويفترض هذا شكون مشاريع، شكون مشاريع المجلس التأسيسي، وربما وتستخلط بالطبع على مشاريع المجلس النيابي إلى أن يتم إحداث المحكمة الدستورية. يعني لهنا مش يعمل نوع من الاضطراب. علاش هاو مش يعمل نوع من الاضطراب؟ توا أنا كقاضي سحبت صويبة وبحذر عنده فصل دائم اللي هو 102، فصل دائم ماهوش في فصل انتقالي، فصل دائم يقول له انت مطالب باش تضبط باش تضمن علوية الدستور، وهو فصل دائم ماهوش جتابل كيما الفصل 148. ومن جهة اخر يجي الفصل يقول المحاكم غير معناها مخولة بمراقبة دستورية القوانين، وتعطي للهيئة هذه باش تراقب المشاريع فقط. علاش يعني مع مذابيك القوانين المخالفة للدستور تبقى سرير المفعول في انتظار إذن هذه المحكمة؟ على كل حال هذا نعول على قراءة القضاة واعتبرها قراءة لترجع لدولة القانون والمؤسسات، لأنه إذا كان نعتبر الدستور هذا يؤسس لدولة القانون والمؤسسات، هذه مسؤولية القضاة في خصوص المرحلة الثانية اللي هي صعبة، ولكن عليهم أن يتعاملوا في خصوص هذه النقطة بالمرجعية قراءة دولة القانون والمؤسسات. المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الثانية، مرحلة المحكمة الدستورية. هنا صحيح أنه الدستور هذا لأول مرة يجيب لنا محكمة دستورية تابعة السلطة القضائية، لأنه الباب الخامس المفعول بالطبع سوف يأتي هذا القانون لتدقيق هذه المسائل. بالنسبة نقف لهنا طبيعة القرارات، لأنه ثم مسائل أخرى لهنا الغريب شوي، ظهر لي غريب شوي في طبيعة القرارات، وكأنه اللي عمل الباب متاع السلطة القضائية والسلطة القضائية ما عملش الباب المتعلق بتعديل الدستور، تقول عليه كل واحد وحده، ويظهر لي ما عملهمش نفس الشيء، لجان مختلفة. وهكا علاش ما ثمش التنسيق؟ لأنه المحكمة الدستورية باش تخرج لنا جزء أنواع من القرارات. ثم القرارات اللي باش تخرجها اللي هي في خصوص مراقبة دستورية القوانين وغيرها، ولكن كذلك ثم الآراء. ما وقعش التنسيق. وكيف ما وقعش التنسيق؟ ما عادش نعرف وشني طبيعة، لأنه بالنسبة للقرار أعطى الطبيعة نتاعو، والطبيعة نتاعو الطبيعة نتاعو معناها أنه معناها عنده يلزم جميع السلطات، معناها يلزم إنفوار المحكمة الدستورية خذت القرار نتاعها يلزم جميع السلطات. لكن عندنا مشكل في خصوص مشاريع القوانين الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور. عندنا مشكل. علاش؟ لأنه الفصل 144 هو ملزمة، معناها رئيس مجلس النواب ملزم باش يعرض على المحكمة الدستورية مراقبة دستورية إن شئتم مشاريع القوانين الدستورية. ولكن شوفوا الفصل 140 يقول كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بهذا الدستور. إذن النص الدستور فرق بين القرار وبين الرأي ولم يعطي لنا طبيعة هذا الرأي. إذن رئيس المجلس مطالب بطلب الرأي، لكن النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة الدستورية هل تلزم هذا المجلس؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. على كل حال في الخاتمة أقول هذا النص أنا مغروم شوية بالكرة، يعني نجم نعتبروه مقابل تعادل، ثم تعادل بين التعادل على أرضية المنافس اللي يلعب على اللقب، يلعب على اللقب، انتهيت سيد الرئيس انتهيت يلعب على اللقب، ولكن يجب إعداد مقابلة العودة، وأهم مقابلة في مقابلة العودة هي المحكمة الدستورية. إذا كان المحكمة الدستورية باش يكونوا فيها ناس يؤمنوا بدولة القانون ما نخافوش على الدستور هذا سوف يقع ضمن العلوية، إذا كان المحكمة الدستورية بالطبع باش يكون فيها أعضاء ما يؤمنوش بدولة القانون فبالطبع هذه العلوية سوف تكون وهمية. وشكرا على انتباهكم.